المكتب الوطني للمطارات شريك مع جماعة المضيق في البرنامج الوطني شواطئ نظيفة، والذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وككل موسم صيفي يقوم المكتب الوطني للمطارات بتجهيز شاطئ المضيق الذي نال علم اللواء الأزرق بعدد من التجهيزات كالشمسيات المجانية وعلامة التشوير والممرات الخشبية وصناديق القمامة ولوحات إرشادية وأخرى لتحسيس المصطافين بالسلوكيات الرشيدة. كما يتكلف المكتب الوطني للمطارات بواسطة شركة مختصة بتنظيف الشاطئ والكورنيش لفائدة مصطفي شاطئ المضيق. وفي إطار حملة بحر بلا بلاستيك المنظمة تحت إشراف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، ينظم المكتب الوطني للمطارات مسابقة تحسيسية لجمع النفايات البلاستيكية بمشاركة أطفال المصطافين، ويسلم الكميات اليومية المجمعة من البلاستيك لمقاولة مختصة في إعادة التدوير. في إطار عملية شواطئ نظيفة التي تنظمها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يقوم المكتب الوطني للمطارات ببذل مجهودات جبارة عن طريق تخصيص غلاف مالي مهم وتعبئة موارد بشرية هامة من أجل تهيئة شاطئ المضيق بجميع التجهيزات الضرورية والحرص على نظافته بشكل يومي خلال الموسم الصيفي. وتهم هذه التجهيزات بالأساس توفير رشاشات وأبراج منقذ السباحة، بالإضافة إلى تجهيزات خشبية لتسهيل ولوج الشاطئ خصوصا لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي سياق متصل جرى إنشاء قرية تنشيطية وتحسيسية وتوعوية لفائدة أطفال المصطافين وزوار شاطئ المضيق. وقد قام المكتب الوطني للمطارات بتنظيم أيام تحسيسية همت بالخصوص عملية انتشال النفايات من قاع البحر ومخلفات الصيد التقليدي كالسلال، والتي تشكل خطرا على الأحياء البحرية.